عالم كفيف تقني، مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقات البصرية في قطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بالجميع. أقدم اليوم شرح في طريقة دمج ومزج المقاطع الصوتية باستخدام تطبيق مسجل الصوت. أدخل في البداية على التطبيق. مبدل تطبيق مسجل صوت، نشط مسجل صوت، تحرير زر أي سيجمنت كالندر سيجمنت ريسنت سيجمنت ريمايندر سيجمنت آيفون. بحث حقل التاريخ زر 3 من تسجيلات 279 نقطة 6 متر ب. يوجد أروان. عندي بعض المقاطع، مقاطع صوت ومقاطع فيديو. أقصر موسيقى هادئة 20-19 زر. هذا أحد المقاطع أقوم بتشغيله. ويوجد عندي أيضا مقطع فيديو. MP 4-6.6 ميلادي ب. صوت أمواج البحر 0-3 زر. تمام. في البداية أقوم بالتحديد على أحد المقاطع. أنا الآن حددت على مقطع الفيديو. زر. تم الاختيار. MP 4-6.6 ميلادي ب. صوت أمواج البحر. تمام. 0-23. بعد ذلك أتحرك حتى زر. تقدم. BTN More. أجد. زر. BTN Audio Edit. BTN Audio Edit. BTN Audio Edit. زر. أضغط على هذا العنصر. تنبيه تقطيع زر. يعطيني هنا بعض العناصر. تقطيع تقسيم تقسيم زر. دمج زر. دمج هذا في حالة إذا أردت دمج مقطع، يعني يكون المقطع الأول وبعد انتهاء المقطع الأول يشتغل مباشرة المقطع الثاني. مزيج زر. مزيج هذا في حالة إذا أردت جعل مقطعين يعملان في وقت واحد. أنا أختار مزيج. مزيج. زر. أضغط عليه. ألغى. زر. تمام. الحديثة. عنوان. أنا في البداية حددت على مقطع الفيديو. الآن أحدد على مقطع آخر. سأختار مقطع صوت. بحث. أقصر موسيقى هادئة. 20-19-08-09-22 شرطة مائلة 50 شرطة مائلة 16 زائد 00-00-1-23 صفحة صوت. أختار الإجراءات المتوفرة. أضغط عليه. تم الاختيار. تحرير. زر. تمام. اثنان من تسجيلات. عنوان. ألغى. زر. زر التبديل. تشغيل. عنوان. تكرار. عنوان. صوت أمواج البحر. 100. هذا المقطع الأول. فيديو. أقصر موسيقى هادئة. 20-19-08-09-22-50-16. مزيج. زر. وهذا المقطع الثاني. وبعد ذلك يعطيني. مزيج. زر. مزيج. أضغط على مزيج. تحرير. وأنتظر قليلا حتى يتم مزج المقطعين مع بعض. صفر علامة بالمئة. تعديل. Arrow down. زر. صفر علامة بالمئة. تعديل. 0-23. صوت أمواج البحر مختلط. 0. BTN previous. زر. 5. صفر علامة. BTN audio. زر. أقصر موسيقى هادئة. زر. تم الاختيار. MP 4-427 ب. صوت أمواج البحر مختلط. تمام. 0-23. هذا هو المقطع الناتج. تم مزج مقطع الفيديو والمقطع الصوتي. سأقوم الآن بتشغيله. زر. كما سمعنا تم مزج المقطعين، مقطع الفيديو والمقطع الصوتي. وهذه هي طريقة مزج المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو عن طريق تطبيق مسجل الصوت. تحياتي للجميع.